خلينا ناخد على التليفون الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه، نعرف عنه وجهه نظره في اللي حصل امبارح. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، اهلا وسهلا بيك. صباح النور، اهلا وسهلا ازي حضرتك. من خلال مناقشات الجلسه الاولى امبارح، يعني اولويات القضايا اللي تم طرحها امبارح واللي تم مناقشتها في الحوار، يعني حضرتك شايف الاولويات كيف تم ترتيبها وكيف تم طرحها؟ هو طبعا امبارح كان يعتبر اجتماع يعني بيناقش بعض الامور اللوجستيه، وطبعا ده بدايه اجتماع او بدايه نشاط وبدايه الحوار، فكان بنرتب الامور الهامه وهي اللائحه الداخليه. الحوار طبعا لابد ان يكون لائحه داخليه تنظم اعماله، فكنا امبارح بنركز على اللائحه الداخليه، هنشتغل ازاي، الترتيب هيبقى عامل ازاي، الجلسات هتبقى نظامها ازاي، المحاور الرئيسيه عامله ازاي، كل الحاجات دي كلها بنرتبها. دي طبعا احنا بنجهز الاول الموضوع بشكل كامل طبعا دون ما دخول اي تفاصيل، لان ما كانش ينفع امبارح نتناقش في القضيه، ولكن يمكن امبارح ركزنا على ان احنا في عدد من المحاور الاساسيه، هيكون المحور السياسي، المحور الاقتصادي، المحور الاجتماعي، احتمال كبير قوي يبقى في المحور الثقافي، واي محاور اخرى ممكن تضاف. هيبقى في لجان ولجان فرعيه، وفي مقرر ومقرر مساعد، في ممكن يبقى في جلسات طبعا استماع، في طبعا مناقشات مفتوحه، في دعوه لكل اطياف المجتمع، المجتمع كله مدعو للحضور الحوار، سواء انه يرسل موضوعاته او افكاره او اراءه او يجي في الجلسات. واحنا كل المصريين مدعوين للحضور فيما عدا من حمل السلاح او هدد او شارك في ذلك، او ان هو رافض الدستور ورافض الدوله المدنيه الديمقراطيه الحديثه اللي احنا كلنا بندرس مبادئها. فدي كلها دي مسائل امبارح كنا بنأسس البيت بتاعنا، بنرتب الادوار هتبقى عامله ازاي، طريقه العمل بتاعتنا هتبقى عامله ازاي. طبعا في شغل كبير جدا الامانه الفنيه عملته، يعني هي تلقت العديد من المطالب المواطنين، ودي ادت لنا مؤشر ان الحوار يعني المصريين طالبينه وحريصين عليه ويعني راضيين عنه، وهم طالبين ان هو يكون في حوار فعلا، وكلنا طبعا على امل ان الحوار ده ينتج عنه نتائج عظيمه يمكن تساهم في بناء الجمهوريه الجديده. وده يخلينا دكتور طلعت يخلينا نسال، هل هيتم التركيز على اكثر عدد من الطلبات المقدمه بخصوص موضوع ما فيتم مناقشه هذا الموضوع؟ بالظبط كده، ده طبعا بفكره اولويات. احنا عندنا في قضايا طبعا لها اولويه شديده وقضايا ملحه، يعني القضايا الاقتصاديه غايه في الاهميه، القضايا مثلا زي القضيه السكانيه دي غايه في الاهميه، مثلا قضايا المناخ، قضايا الميه، الحاجات دي كلها دي قضايا مهمه جدا، علاقه مصر بالخارج، الحياه دي كل ديت، الشباب، الانتماء، يعني كل دي حاجات غايتها في الاهميه. وكنا طلعنا امبارح بفكره جيده جدا، احنا مش هيبقى في عندنا يعني تصويت بلاك، ولكن هنركز على التوافق، وكل القضايا هتطرح وللتوافق. طب افرض في قضيه ما حصلش عليها توافق، هنرفع الامر لو في راي ورايين او ثلاثه، هنرفع الامر لرئيس الجمهوريه نقول له والله الحوار انتهى في قضيه معينه على 1 2 3، وطبعا هو صاحب القرار ورئيس الدوله يستطيع ان يحكم ويستطيع ان يقارن. احنا طبعا مطلوب مننا منتج جيد، يعني ينتهي الى مجموعه تشريعات، مجموعه قرارات تنفيذيه. احنا عندنا طبعا في يعني مواد في الدستور حتى الان لم تفعل بشكل قوانين، عايزين طبعا نبدا نشتغل عليها عشان نفعلها، مثلا زي المحليات وغيرها. يعني الامر فعلا هيحتاج جهد كبير جدا، وبرضه احنا مش هنشتغل بفكره كل ما هنخلص قضيه من القضايا او موضوعات هنحاول نرفعه للقياده، وبرضه المواطنين كلهم هيعيشوا معانا. الجلسات علنيه الا لو مجلس الامنه في بعض الامور فيها حساسيه معينه ممكن تبقى جلسه مغلقه. هنستفيد بالخبراء والمتخصصين في كافه المناحي للحياه، احنا مش كلنا احنا ناس يعني منسقين للمساله، احنا مش احنا الحوار، يعني مجلس الامنه مش هو الحوار، ولكن احنا ناس منسقين للحوار، عايزين حوار ينجح.
احنا يعني بنراهن على ان الشباب يشارك بشكل قوي جدا، ودي فرصه ذهبيه ان الناس كتير قوي تقول لك احنا ما بنشاركش، احنا ما لناش راي. لا، جاء الوقت النهارده ان كل مواطن مصري يستطيع ان يقول رايه، ورايه هيحترم جدا، وممكن راي تيجي من شاب صغير او من فتاه او من فلاح بسيط او عامل بسيط، يمكن احنا نعيش نشتغل عليها بشكل قوي جدا. يعني انا بقى هنا من هنا من هذا المنبر الاستعانه بالخبراء، وحضرتك لسه كنت بتتكلم عن هذه النقطه، فكره الاستعانه بالخبراء انهم هم الاساس اللي هيتم يعني النقاش معه، وحضراتكم منسقين بتديروا شكل الحوار، سواء بقى الخبراء دول كانوا اكاديميين او باحثين او مهتمين بالشان العام او مواطنين عاديين عندهم القدره يعني على اثاره القضايا المختلفه. ده ممكن يوصلنا لنتائج سريعة ملخصة تعرض للرأي العام في شكل مثلا بيان صحفي أو حاجة تكون فيها تلخيص للي مش هيقدر يتابع الجلسات كاملة؟ تمام، ده بالظبط حضرتك بتقولي بالظبط. احنا هنا هنعمل مزج ما بين أصحاب القضية وخبراء المتخصصين في القضية. بمعنى أنا ما أتكلم مثلا عن قضية خاصة بالفلاحين، قضية خاصة بالزراعة في مصر. الزراعة في مصر تبقى للمادة 29 من الدستور، الزراعة يعني عنصر من الاقتصاد الوطني، ده نص المادة بالظبط. أنا ببدأ أجيب مجموعة من الفلاحين أو القائمين على الزراعة في مصر من الفلاحين، وبرضه بستعين بخبراء أكاديميين، يبقى أنا عملت هنا المزج ما بين أصحاب المشكلة وأصحاب القضية والخبراء والمتخصصين عشان أطلع بمنتج. لا أستطيع إن أنا لوحدي أجيب اللي هم أصحاب القضية وليس لهم متخصصين، مش هيطلع المنتج جيد. ونفس الوقت انا مش هجيب ناس اكاديميين يتحدثوا امور مثلا اكاديميه وامور مثلا نظريه دون ما نزور الواقع، لا الحوار مش هيبقى كده. الحوار انا هجيب اصحاب القضيه وفي نفس الوقت هجيب المتخصصين والخبراء. الطب مثلا هجيب دكاتره اطباء عندهم كثير من المعاناه والمشاكل الصحه، هجيب اصحاب المشكله واجيب الخبراء والمتخصصين. هنا هحس بقى ان المنتج اصبح كفانا ما بين الخبره والتخصص واصحاب القضيه واصحاب الموضوع. هنا اضمن ان حضرتك يطلع منتج ومخرج جيد جدا وفي اسرع وقت ممكن. الجمله اللي دكتور ضياء قالها امبارح، المريض يقدر يشخص نفسه لكن ما يقدرش يعالج نفسه، هيحتاج راي الخبراء لمعالجته. ده كلام مظبوط وفعلا زي حضرتك بتقولي كده، ولازم ان هو لازم يكون بيكون مرض هو الاحساس بتاعه، هو بيقول العرض اللي عنده، انما اللي هيشخص ويقول العلامات ويقول الفحص اتعمل ازاي ويدي العلاج اللي هو مطلوب، ده طبعا الطبيب. هي قضيه يعني انا بقول اول مره هيحدث في مصر حوار وطني بالشكل ده. يمكن احنا كان لنا حاجه مصغره بس مش بهذا المستوى الكبير، انا شاركت فيها في اعداد دستور 2014، انا كنت عضو في لجنه ال 50 اللي عدت دستور 2014. كان في مجموعه ال 50 برضه، ولكن وكنا برضه بنعمل جلسات استماع وبنجيب اصحاب كل اصحاب الموضوعات، كل الحرف، المهن، كل المصريين كانوا مدعوين وبيجوا، لدرجه في نقطه كانت من الحاجات اللي انا لا استطيع ان انساها. احنا بنعمل الماده 81 من الدستور، هي الماده الخاصه بذوي الاعاقه. جالنا مجموعة من الأقزام قالوا طب احنا انتوا حازميننا ايه؟ احنا نعتبر محسوبين ذوي الإعاقة، لا احنا عايزين تقولوا ذوي الإعاقة. فعشان كده حطينا في المادة 81 بالسور ايه؟ قلنا ذوي الإعاقة والأقزام. يبقى أصحاب الموضوع نفسه، لا جبنا الفلاحين عشان نحط المادة 29. طبعا المرأة استعنا بها في كل الأمور. يعني كل المواد، معظم المواد اللي لجوا في الدستور اللي مرتبطة باشخاص، مرتبطه بمواطنين، مرتبطه بقضايا، كنا يمكن النموذج ده يمكن كان مصغر. الدستور كان طبعا بيطلع بيه بمواد، ولكن هنا بقى انا مش بطلع بمواد، انا هطلع هنا بافكار واراء واستراتيجيات البلد تتبناها. انا بقول النموذج اللي اعترفه الرئيس عبد الفتاح السيسي نموذج جيد، الرئيس فعلا عايز يبني بلد ديمقراطيه حديثه مدنيه. يعني هو لو كان الامر امر خاص كان ممكن اول رئيس قال والله انا عندي مؤسسات في الدوله، في مؤسسات تشريعيه وفي مؤسسات تنفيذيه، وكان ممكن قوي هي قامت بالدور ده
ولكن رؤية الرئيس عايز المصريين بعد ما حوار وطني شامل، حوار مفتوح لكل المصريين ان هم يشاركوا في هذا الحوار، ونتائجه بالتأكيد هتعود على الشعب المصري، وانه لن يستبعد اي رأي طالما له حجج واقعية وله مناصره زي ما اكدته امبارح في الجلسة الافتتاحية. بنشكرك يا فندم، شكرا جزيلا دكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.